كانت هذه إذن قراءة لأبرز ما جاء في الصحافة العربية حول الأوضاع في الجزائر في ضوء موعد الانتخابات المقرر في 12 ديسمبر، وفي بعض المشكلات المرتبطة بنظرة بعض الأحزاب ونظرة الشارع إلى هذا الموعد. لكن الآن ما رأيكم لو تحولنا إلى إطلالة يومية معتادة مع أبرز ما جاء في وكالات الأنباء العربية والعالمية؟ لكننا الآن سنرحب كثيرا بزميلتنا جاكلين ماهر التي تنضم إلينا على الهواء مباشرة في هذا الطقس المشمس والأجواء الخريفية الأخاذة. مع جاكلين ماهر، تفضلي جاكلين. شكرا لك زميلي احمد، اهلا بالسادة المشاهدين. اطلاله صباحيه كما جرت العاده مشاهدينا الكرام، نقدمها لحضراتكم من الان عن ابرز المستجدات والاخبار من الوكالات العربيه والاجنبيه. البدايه من وكاله الانباء واس ومن السعودية، وتحدثت مشاهدينا الكرام اليوم عن الانتهاكات التركية في حق سوريا. بدأ الخبر بالبرلمان الفرنسي يدين العدوان التركي على سوريا. جاء في متن هذا الخبر مشاهدينا الكرام أن أدانت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الخميس العدوان التركي على شمال شرق سوريا، معربة عن قلق دول الشمال إزاء العملية العسكرية التركية. ودعت الجمعية إلى الوقف الفوري للأعمال الأعدائية، مؤكدة دعمها الثابت لحلفائها في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. يعني وتبنت الجمعية 121 صوتا من أعضاء البرلمان الفرنسي. ومن وكالة الأنباء السعودية مشاهدينا الكرام إلى وكالة الأنباء رويترز الدولية، والذي جاء في نفس سياق الخبر السابق عن تركيا والانتهاكات على الأراضي السورية. أمريكا تحتفظ بقائمة عقوبات على تركيا لاستخدامها عند الضرورة. الخبر جاء في متنه، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونوتشين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتفظ بقائمة عقوبات خاصة على تركيا لاستخدامها في حالة الضرورة، لكنها راضية حتى الآن عن وقف إطلاق النار في سوريا الذي ساهم في رفع عقوبات سابقة. وقال مونوتشين في مقابلة أجريت معه إن قائمة الأهداف الإضافية جرى تعديلها كي يحملها مايك بينس نائب الرئيس إلى أنقرة للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار. وأضاف أن الولايات المتحدة كانت ستفرض عقوبات مالية إذا لم تكلل المباحثات بالنجاح. ومن رويترز مشاهدينا الكرام إلى وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس، والذي نقرأ فيها هذا العنوان: إعادة إغلاق الطرق في مناطق لبنانية عدة لمواصلة الضغط على الطبقة الحاكمة. في متن هذا الخبر جاء: أعاد متظاهرون في لبنان قطع طرق رئيسية في مناطق لبنانية عدة بعد أن شهد يوم الأربعاء عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها غداة إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته بعد 13 يوما من احتجاجات شعبية غير مسبوقة. وعادت حركة السير إلى طبيعتها بعد أن فتحت الطرقات صباحا، رغم تأكيد المحتجين على أن الاستقالة لا تكفي ليخرجوا إلى الشارع.
وذلك في ظل غموض يحيط بكيفية الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية، ولم تمض أكثر من 12 ساعة على فتح الطرق حتى تبدل المشهد في مناطق لبنانية مختلفة، حيث عاد المحتجون إلى الشوارع مجددين تأكيدهم على أن الثورة لم تكن تهدف فقط إلى إسقاط الحكومة، وأنهم مستمرون في حراكهم حتى تحقيق مطلبهم الرئيسي وهو رحيل كافة مكونات الطبقة السياسية. ومشاهدينا نتحول إلى وكالة شنخوا للأنباء، وهي وكالة صينية وتحدثت عن الملف العراقي. 100 قتيل و500 و5500 جريح خلال 6 أيام من المظاهرات في العراق. جاء في متن هذا الخبر مشاهدينا الكرام أن أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي أن حصيلة ضحايا التظاهرات في العراق خلال 6 أيام بلغت 100 قتيل و5500 مصاب. وقالت المفوضية في بيان اليوم إن أعمال العنف في الأيام الماضية نتيجة تصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين أدت إلى وفاة 100 شخص وإصابة 5500 مصاب من المتظاهرين والقوات الأمنية. وأشارت إلى أن السلطات اعتقلت 399 شخصا، لكنها أفرجت عن 343 منهم، مشيرة إلى إلحاق أضرار ب 98 مبنى من الممتلكات العامة والخاصة. وطلبت المفوضية الحكومة العراقية بتعويض القتلى والجرحى والمعتقلين ماديا ومعنويا، ودعت المتظاهرين وقوات الأمن إلى الابتعاد عن الاحتكاك والالتزام التام بسلمية التظاهرات والابتعاد عن أي أعمال عنف. ومشاهدينا نتحول من الصين إلى السودان ووكالة الأنباء سونا. وجاء في هذا الخبر البرهان: الجيش انحاز للشعب وسيحمي الثورة لتحقيق أهدافها. جاء في متن هذا الخبر مشاهدينا الكرام أن أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن القوات المسلحة انحازت لثورة الشعب، وأكد التزامها بحماية ثورة ديسمبر المجيد حتى تحقق أهدافها. وأشار البرهان لدى مخاطبته إلى أن القوات المسلحة عصية على المتربصين بالبلاد وقادتها، وأنها لا تلتفت إلى المخزلين والمشككين، وقال إن عمليات التدريب المستمر تؤكد على تعزيز قدرات القوات المسلحة ورفع الكفاءة القتالية ولمنسوبيها. وحي البرهان قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أنها منذ تكوينها ظلت تساند القوات المسلحة في مناطق العمليات وفي أصعب الظروف التي مرت بها البلاد. We'll be right back.
وإلى وكالة يونهاب مشاهدينا الكرام، وهي الوكالة وكالة كورية جنوبية، وجاء في خبرها المحادثات بين الكوريتين ضرورية لحل قضية جبل كومكانج رغم رفض بيونغ يانغ. جاء في متن هذا الخبر: أوضحت وزارة الوحدة اليوم أن لقاء مباشرا بين الكوريتين ضروريا لمناقشة مصير البرنامج السياحي لجبل كومكانج والمتوقف لفترة طويلة على الرغم من رفض بيونغ يانغ الحوار. ورفضت كوريا الشمالية عرض الجنوب لإجراء محادثات على مستوى العمل، والذي جاء إثر طلب الشمال بإزالة كافة المنشآت الجنوبية من المنتجع الجبلي في وقت يتم الاتفاق عليه. وقال لي سانجين إن المتحدث الرسمي باسم الوزارة في إحاطة صحفية دورية: يجب أن يكون هناك مشاورات مشتركة من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك، ونحتاج إلى حل القضية من خلال الحوار. مشاهدينا، من وكالة يونهاب للأنباء إلى وكالة الأنباء السورية المعروفة باسم سانا، وجاء في خبرها: عمل لجنة مناقشة الدستور يسهم بالحل السياسي للأزمة في سوريا. جاء في متن هذا الخبر: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عمل لجنة الدستور يسهم في الحل السياسي للأزمة في سوريا. وقال بوتين أن عمل اللجنة الدستورية سيسهم في حل سياسي للأزمة في سوريا، مشيرا إلى أن روسيا وشركائها بذلوا جهودا كبيرة لتنظيم عمل اللجنة. وبدأت في جنيف في وقت سابق اليوم أعمال لجنة مناقشة الدستور بمشاركة الأعضاء إلى 150 الذين يمثلون الوفد المدعوم من الحكومة السورية ووفد الأطراف الأخرى ووفد المجتمع الأهلي، بوقع 50 عضوا لكل وفد. مشاهدينا الكرام، بهذا الخبر عن الأوضاع في سوريا انتهت هذه الإطلالة الصباحية من الأخبار من الوكالات العربية والأجنبية. الآن الكلمة تعود لزميلي أحمد في الاستوديو، وابقوا برفقتنا.